تقول للتجار لازم تعلن عن سعر السلعة اللي انت بتبيعها، تحط على الرف كده انه ال whatever، اللوبيا دي بكذا، ده بكذا، الرز بكذا، السكر بكذا، البتاع بكذا. هو ده، هل في مارج يعني هنا، هل في سلع، هل في اسعار استرشاديه، ولا هو ممكن يحط السعر اللي هو عايزه؟ لا، ما فيش لغايه دلوقتي اي نوع من الاسعار الاسترشاديه الا فيما يتعلق بالقرص. هل ستتجه الحكومه لوضع اسعار استرشاديه في بعض السلع الاساسيه؟ هذا امر وارد. يعني مثلا عايز اقول لك السكر مثلا، يعني اذكر لك السكر، السكر خلاص وصل ل 20 جنيه، هل بتفكروا في السكر مثلا ان انتوا تضعوا سعر استرشادي؟ هقول لحضرتك حاجه يا استاذه لميس، يعني انت هتخشي في فيشس سيركل او في دايره مفرغه طبعا لو انت ابتديتي تتعاطي مع كل سلعه على حده بنفس النهجه وبنفس صحيح المنهجيه. انا متفقه معاك تماما. وهنخش في دايره الرز اللي هي حطينا سعر فالرز اختفى فرجعنا حصل يعني انت عارف حضرتك احنا اللعبه عامله ازاي. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني واضح تماما ان هناك يعني بعض التجار التي او الذين يتلاعبوا باقوات الشعب في بعض السلع الاستراتيجيه، وهنا يجب ان يكون للحكومه تدخل قوي، وهذا ما حدث في سلعه الدقيق، وهذا ما حدث في سلعه الارز. انما باقي السلع انا اتصور ان يترك الامر للعرض والطلب. صح. وانا بأتصور ان يعني لديك من الادوات لضبط إيقاع العرض والطلب في السوق في سلع أخرى، إنما الأساسي في هذا الأمر هو أن يتم الإعلان عن أسعار السلع كافة، ما بتكلمش على سلع غذائية، كل حاجة، يعني كل حاجة على سلع وخدمات، طيب. يجب الإعلان عنها.